حكيتها له عشان كلامه ألهمني و إصراره على المضي في إقامة هذا المهرجان برغم تخلي وزارة الثقافة عنه. فقلت له أنا جاي من مهرجان اسمه مهرجان سور، محدش سمع على مهرجان سور عشان سور دي ما فيهاش سينما، ما فيهاش مسرح. كان فيها سينما من 40 سنة واتحرقت أثناء الحرب الأهلية، ومن هذا اليوم السينما محروقة، وبلد زي سور اللي هي يعني تاريخيا معروفة قوي، يعني محب التاريخ هيعرفوا سور قيمتها كانت ايه في البحر الأبيض المتوسط وتأثيرها على تونس وقرطاج والتجارة اللي كانت بتتم بين الأسكندرية. فسور فيها مسرح روماني كبير جدا، فيها استاد روماني كبير جدا، انما ما فيهاش سينما، السينما بقى لها 40 سنة محروقة. كان بيمر كل يوم فنان من سور اصلا صياد، وكان بيفوت مع ابنه كل يوم قدام السينما المحروقة دي واحكي له يقول له ده السينما دي كان فيها فنانين كبار بتعرض. خلاص سلمنا على الناس كلها وممكن نتكلم، متشكر. بياخد ابنه كل يوم عند السينما دي ويقول له السينما دي كان فيها افلام فاتن حمامة وافلام مجدة وفريد الاطرش، السينما دي فيروز جت فيها. فالولد يقول لابوه طب كلها اطلال، يعني سينما كلها محروق. يقول له في يوم من الايام ان شاء الله. الابن كبر وعمل فرقة مسرحية، عمل فرقة مسرحية مكونة من واحد كلهم طلبة بس ما فيش شغل، يعني واحد بيشتغل عنده ميكروباص بياخد الناس من بيروت لسور، واحد عنده عربية بيك اب بينقل منقولات، واحد تاني عنده مطعم، انما كلهم فنانين بيحبوا الفن وعملوا فرقة مسرحية. فقرر قاسم الصنبولي هو هذا الشاب انه لازم يبقى فيه مهرجان افلام في هذا المكان في سور، برغم سيطرة حزب الله على هذا المكان. راح لحزب الله وقال لهم عاوز دعم عشان اعمل مهرجان وابني السينما من جديد. زي ما وزارة الثقافة ما رضيتش تساعدنا السنة دي، حزب الله ما رضيش، قال له لا ده مهرجان، ايه انتوا ايه عشان تعملوا مهرجان والسينما دي مش ملهاش اي معنى بالنسبة لنا. قرر ان هو يعمل مهرجان، فراح فات على ناس، واحد بتاع مطعم قال له انا احدلكم 3 وجبات، واحد عنده بيت قال له انا ممكن اسكن كذا حد، الراجل بتاع الميكروباص قال له انا هطلع المطار اجيب الضيوف، الراجل بتاع البيك اب قال هحط ميكروفون واعمل دعايه في السور كلها. وابتدى هذا الشاب يرسل لمخرجين العرب اللي هم المستقبل، الشباب، الشباب اللي بيبني الامه العربيه النهارده، بعت لهم ايميلات وقال لهم انا عاوز اعمل مهرجان سينما لاول مره في تاريخ سور. كان الرد ايجابي من مغرب
إيجابي من الجزائر، إيجابي من الأردن، إيجابي من فلسطين، العراق بعت التلاتة، اليمن، عمان، الإمارات. 52 فيلم قصير اتبعتهم، لجنة التحكيم تمت. في هذا الوقت كانوا بيبنوا السينما وجايبين كراسي بلاستيك، مش زي كراسي شيك زي حضراتكم اللي قاعدين عليها، كراسي بلاستيك بتاعت القهاوي، وراحوا على الشاشة وخيطوا الشاشة. وكان ليا الشرف ان انا اكون ضيف شرف هذا المهرجان، ونجح المهرجان ولقينا قنوات لا تقل عن أهمية القنوات المحترمة بتاعتنا. جت قنوات زي بتاعة الحرة، جت قنوات زي سكاي لاين، جت قنوات زي بي بي سي عربيك، والإعلام كله اتلم، والإعلام كله بقى يسافر ويجي علشان يشوف هذا المهرجان. أنا قلت كلمة واحدة، الفن هو لغة الحب، الفن هو لغة الرقي، الفن فن مصر هو الواحد البلاد العربية. أي بلد عربي النهاردة بتروح بيتكلموا باللهجة المصرية، عشان الأفلام بتاعت إسماعيل ياسين وفاتن حمامة وشادية وعماد حمدي وعبد الحليم حافظ. فكان انا اعتبرت ان اللي عامله قاسم الصنبولي هي اولا عمل وطني وخطوه ان هو يوحد الناس اللي حواليه محبي الفن. المهرجان ده بقاله 3 دورات وأشاد بيه الجميع، وأشاد بيه زي ما انتوا شفتوا وزير الثقافة. الدورة دي ما اعرفش ايه السبب، واتمنى يعني ان انا مبسوط ان حضراتكم موجودين هنا والاعلام موجود، يسألوا السبب ليه ما فيش دعم لهذا المهرجان السنة دي، ليه ما فيش ناس زي اللي بيتبرع بشقته وبيسكن ضيوف، زي اللي بيتبرع بكذا وجبة ويأكل الضيوف. دول شعب سور، احنا حكومتنا، وزيرنا وزير الثقافة، لجنة المهرجانات، معرفش مين اللي فيها ومين اللي قرر ان هذا المهرجان لا يستحق الدعم. انا صوتي هيضيع بعد كده، بس كنت عاوز اقول الكلمتين دول. ونتمنى جميعا، اولا برحب بكم جميعا، ونتمنى النجاح لهذا المهرجان، عشان اي نجاح لاي مهرجان فني نجاح للرقي والسلام والحب بين الجميع. شكرا.